ثلاث قرارات حاسمة من ريجي كامب مدرب الترجي الجديد. والمدرب الروماني يبدي إعجابه بست لاعبين ورفض رحيل محترف الفريق في الميركاتو الشتوي ووضع ثلاثي الهجوم تحت المراقبة حتى يناير. الروماني ريجي كامب المدرب الجديد لفريق الترجي التونسي بدأ عمله بشكل رسمي قبل مواجهة ديجوليبا المالي في افتتاح مباريات الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم 26 من نوفمبر الحالي بملعب رادس. ريجي كامب يعمل على إعادة الترجي لنتائجه المميزة بعدما عانى في بداية هذا الموسم من تذبذب النتائج، حيث فشل المدرب السابق البرتغالي ميغيل كاردوزو في تطوير الأداء الهجومي للفريق بعد 10 أشهر من التعاقد معه. ريجي كامب استقر على 3 قرارات في بداية مسيرته مع فريق باب السويقة، وأولها هو اعتماده على الأسلوب الهجومي لأنه دائما يبحث عن التتويج بالألقاب. كما طلب من الإدارة في ثاني قراراته تحديد مكان لإقامة معسكر مغلق يدوم طوال فترة التوقف الدولية ويتخلله خوض مباراتين وديتين، وذلك من أجل التعرف أكثر على الفريق وكافة اللاعبين وتقييم قدراتهم الفنية والبدنية قبل خوض لقاء ديجوليبا بطل مالي. أما القرار الثالث للمدرب الروماني فهو التقييم الشامل لثلاثي الهجوم رودريجو رودريغيز ويوسف العبدلي وكيبا سووي، ووضعهم تحت المراقبة جيدا في تدريبات والمباريات الودية والرسمية القادمة من أجل تقييمهم بشكل أفضل، وذلك بعدما أبدى ريجي كامب تحفظا على عدم تسجيل المهاجمين للأهداف في آخر مباراتين. ريجي كامب تلقى تقارير إيجابية عن رودريجو رودريغيز رأس الحربة رغم صيامه آخر مباراتين عن التهديف، خاصة أنه عائد من إصابة طويلة وكان هدافا للترجي بالموسم الماضي. هذا التوجه من جانب ريجي كامب لحسم موقفه من ضم صفقة هجومية جديدة في الشتاء من عدمه، ويتوقف ذلك على مستوى ثلاثي الهجوم رودريغيز وكيبا والعبدلي. كما كانت للمدرب الروماني الملاحظة الأولى التي وجهها المدرب للاعبين والتي استنتجها من خلال مشاهدته مباراة الفريق أمام مستقبل قابس وبعض المباريات الأخرى، وتمثلت في افتقاد الفريق للسرعة في عملية التحول بين الوسط والهجوم، وكذلك البطء الذي يتميز به الفريق في عملية البناء من الدفاع، وهو ما سيعمل على تجاوزه خلال الفترة المقبلة. ريجي كامب مدرب الترجي أبلغ إدارة حمدي المدب رغبته في عدم التسرع في رحيل أي لاعب عن الترجي ممن غاب عنهم التألق، خاصة في فترة البرتغالي ميغيل كاردوزو. المدرب الروماني أبدى إعجابه بعدد من لاعبي الترجي مثل يوسف بلايلي ورودريجو رودريغيز ويان ساس وموكوانا وأوكبيلو وحسام تقة بعد متابعتهم في آخر مباراتين خاضهما الترجي. قرر الروماني ريجي كامب المدير الفني الجديد لفريق الترجي التونسي بقاء النيجيري أوكبيلو لاعب الوسط المدافع في صفوفه، ورفض رحيله عن الترجي في الميركاتو الشتوي المقبل. إدارة الترجي اتفقت مع المدرب الروماني ريجي كامب على عدم ضم أي صفقة جديدة قبل الحصول على موافقة المدير الفني في ظل الاتجاه لضم 3 صفقات. كما قررت إدارة نادي باب سويقة البدء في مفاوضات مكثفة مع جزائري دولي محمد أمين توغاي قلب دفاع الفريق لتمديد عقده حتى صيف عام 2027 ورفض رحيله عن الفريق، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. الترجي يحتل حاليا المركز 5 في الدوري التونسي برصيد 15 نقطة متخلفا ب4 نقاط عن المتصدر ترجي جرجيس بعد 8 جولات على انطلاق المسابقة. ريجي كامب سيعمل على إعادة الفريق إلى الصدارة والحفاظ على لقب الدوري التونسي، إضافة إلى قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 5 في تاريخ النادي، وهو الهدف الكبير لإدارة رئيس حمدي المدب.